أهلا بكم مشاهدنا الكرام مرة أخرى. بعد زلزال تركيا وسوريا ظن الكثير أن هناك شرخا سيحدث بين المحرر والنظام التركي وأنه سيطرق إلى مصيره المجهول. البعض أيد هذه الفرضية والبعض رفضها، بل تنبأ أن الوجود التركي خاصة السياسي في الشمال السوري المحرر سوف يزداد. حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون ضيفي الأستاذ غزوان قرنفل، رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار. أستاذ غزوان أهلا وسهلا بك. تحياتي لحضرتك وشكرا للاستضافة. أستاذ غزوان، إذا ما بدأنا بهذه الفرضية أن الزلزال كما قال البعض سيجعل تواجد التركي داخل الشمال المحرر سياسيا على الأقل يضعف، خاصة أن هناك يعني تقارب عربي مع النظام السوري، وكان قبل الزلزال محاولة تقارب تركي مع النظام السوري، وسيكون هذا هو الحل الأمثل بعد الزلزال، هو لأم الجراح وعودة الجميع مع الجميع، ليس فقط حتى على المستوى التركي والسوري ولكن أيضا على المستوى العربي والتركي كاملا. هل تجد أن هذه الفرضية ربما تسير بهذا الشكل، أم أن العكس هو ما يحدث، هو وجود سياسي تركي أكبر في الشمال السوري المحرر؟ لا، الحقيقة أنا ما يعني لا أجد تلك الفرضية يعني منطقية على الإطلاق، لأنه تواجد تركيا في مناطق الشمال لها علاقة بمحددين أساسيين، هي أولا متعلقة الأولى بالأمن القومي التركي. طالما لم يتم ضمان يعني ما يطمئن تركيا في تلك المناطق والوصول إلى حل سياسي نهائي يستجيب لمطالب الشعب السوري من جهة ولمطالب تركيا فيما يتعلق بأمن القومي، فلا أعتقد أنه ممكن تركيا أن تخفف من وجودها أو أن تسحب هذا الوجود من الأراضي السورية في مناطق شمال سوريا. إلى الآن ليس هناك في الأفق ملامح حل حقيقي يمكن الاستناد له لحسم الصراع في سوريا. ما تزال مصالح القوى الفاعلة على المساحة السورية مختلفة وبحالة تصادم، بالتالي لا نرى في الأفق حل يعني مرضي، وبالتالي استطرادا ستبقى القوات التركية، لأنه هي هيئة تلك المناطق وتواجد القوات فيها هي العنصر الأهم بالنسبة للمصالح الأمن القومي التركي. ولكن الانشغال مثلا الروسي في أوكرانيا أضعف التواجد الروسي في سوريا، حتى ولو لم يمحى التواجد الروسي أو لم ينتهي التواجد الروسي ولكن أصبح ضعيفا. هل الانشغال التركي في إعادة الإعمار وفي تبعات الزلزال في 11 ولاية سيضعف، ليس فقط لا أتكلم عن العسكري وإنما أيضا السياسي، عدم الاهتمام بالملف، هل سيضعفه بشكل أو بآخر؟ بطبيعة الحال انشغال كل من روسيا وتركيا كلهم في يعني أزمة مختلفة تتعلق بوضع الداخلي، أكيد يعني رح يشغلون عن إمكانية أن يكون هناك فعل مؤثر وحقيقي وجدي باتجاه صناعة حل مفترض في سوريا. يعني كنا شفنا خطاب حكومي تركي باتجاه يعني إحداث توافقات مع نظام الأسد قبل الزلزال، اليوم توارى هذا الخطاب لأنه ليس هناك يعني حل ممكن بدون أن يحصل توافق مع الفاعل الأمريكي في مناطق شمال شرق سوريا. يعني وجود مصالحة مع النظام بين تركيا والنظام وبرعاية روسية وحتى بموافقة إيرانية لا يعني بالضرورة صناعة حل يمكن الاعتماد عليه في إعادة بناء مستقبل سوريا. ما لم يكن هناك قرار أمريكي يرعى ويضمن هذا الحل لن يكون هناك حل حقيقة. طيب بذلك سيكون الأكثر قوة الذي لم يصيبه الزلزال والأكثر قوة للتعامل مع الواقع هو المناطق التي يسيطر عليها حزب العمل الكردستاني والبيكيكي؟ الحقيقة مصدر القوة ليست لأنها لم تصب بزلزال، أو إنما مصدر القوة الوحيد هو
الغطاء الأمريكي، يعني ما تزال تركيا، ما تزال الولايات المتحدة تسبغ نوع من الحماية على تلك القوى، وهي نقطة الحقيقة خلاف مفصلي بين تركيا والولايات المتحدة بهذا الشأن. هي الحماية هي اللي حالت دون عملية عسكرية كان أعلن عنها عدة مرات في الفترات الأخيرة، ولكن لم تحصل لسبب أن ليس هناك رضا أمريكي عن أو غط طرف أمريكي عن مثل تلك العملية. كان لك تغريدة أستاذ غزوان كنت تقول فيها أن السوريين الذين يعودون إلى الشمال المحرر عليهم أن ينسقوا أوضاعهم إلى هناك لأنهم لن يستطيعوا العودة مرة أخرى إلى تركيا. هل هذا يعني قراءة منك للواقع أن الأمور تبدأ أيضا في الابتعاد أم ماذا؟ الحقيقة أنا قلت ربما لن يتمكنوا من العودة، يعني هي احتمالية، ودعيت الناس فعلا لاستغلال تلك الزيارة إذا كانوا ما يزالون مصرين عليها يعني ترتيب أوضاع دائمة لهم في الأراضي السورية إذا كان هذا متاح، بافتراض أنه قد لا يتمكنوا فعلا من العودة، استنادا إلى أنه أولا ربما الجانب التركي عندما أتاح تلك الفرصة راعى قضايا إنسانية، يعني موضوع لم شمل الأسر في تلك المحنة، ربما يعني راعى أيضا موجبات أنه هو لن يستطيع تأمين بدائل لكل تلك الآلاف المتضررة من الزلزال، وعليهم أن يستفيدوا من فرصة يعني العودة إلى سوريا إذا ما كان لديهم إمكانية لفعل ذلك، فأتاح لهم أنه يدرسوا الأوضاع في تلك الزيارة في بلد وهل هناك إمكانية للبقاء أو لا. أنا الحقيقة يعني رؤيتي للموضوع أنه الإجازة نفسها هي مخالفة للقانون، يعني قانون الحماية وقانون اللاجئين الدولي، يعني اتفاقية حقوق اللاجئين تحظر على من طلب الحماية أن يعود إلى المنطقة التي فر منها التماسا للحماية إلى دولة أخرى. فاليوم أنت ما بحق لك ترجع للبلد اللي هربت منه أصلا لأنك خايف على نفسك أو على حريتك أو على أموالك أو على عرضك، واليوم ترجع والله بعد ما حصلت على الحماية ترجع لنفس المكان دون أن يتبدل شيء، فهذا قانونيا لا يجوز. فبالتالي أنا من هاي الزاوية قلت أنه ربما لن يتمكنوا من العودة. في نقطة أخيرة إذا بتسمح لي شير، تفضل. أنا واحد من الناس مبكرا كنت قلت حول زيارات العيد حتى أنها غير قانونية ولا يجب أن تحصل، وكنت أنشر كل ما تحصل تلك الزيارات نداء أنه الناس ما تستجيب ما تروح، لسبب أنه هذا عم يستفز مشاعر المجتمع التركي، وشفنا كثير من التصريحات المتعلقة أنه طالما هؤلاء يستطيعون الذهاب إلى بلدهم والعيش في البلد شهر وشهرين وثلاث أشهر، فإذا هم لا يعانوا من مشكلة تتعلق بسلامتهم الشخصية أو بحرياتهم، أو فإذا فليبقوا في بلدهم. وهذا هو الاستحقاق أو السؤال الذي سيطرح الآن عندما يعود هؤلاء بعد ثلاثة أو ست أشهر، يعني يحق للتركي أن يسأل أنت غادرت وعشت في بلدك ستة أشهر أو أربعة أشهر، ما الذي يعيدك؟ شو السبب ترجع لبلدنا؟ يعني طالما أنت آمن في تلك المناطق فلتبقى هناك. إذن وكلنا يعني شهدنا تصريح للسيد دولة بهجلي بأنه من غادر في زيارة الأخيرة بالعيد يعني قبل إلغاء الزيارات أنه فلتغلق الدولة الحدود على من غادر، يعني لا تسمح لهم بالعودة. وأنا الآن الحقيقة أتخوف من استثمار هذه القضية الآن في يعني المماحكات السياسية والصراع الانتخابي، وسيحصل استثمار لها وسيقول للسوريين عليكم أن تغادروها قد غادر أقرانكم شهورا وعاشوا في مناطق شمال سوريا ولم يحصل لهم شيء، فإذن عليكم أن تغادروا. وكلاتنا اليوم عم نلحظ
أنه خلال 48 ساعة الماضية 5 تصريحات أو آراء نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي لخمس شخصيات سياسية تدعي لإنهاء قضية اللاجئين وترحيل السوريين.